السلام عليكم. إن شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم عن استخدام البولس في حالات البريست ماستكتومي، وإيه الهدف إن إحنا بنستخدم البولس للعائز الطبي يعني الاحتياج. وفي آخر البرزنتيشن هنزل فيديو إزاي تنزل بولس على بيشنت. تمام، معكم دكتور محمد علي مرسي، فيزيائي طبي علاج إشعاعي من جمهورية مصر العربية. طبعا كلنا عارفين ان البريست كانسر من اشهر واكثر انواع السرطانات انتشارا على مستوى العالم اللي بتصيب السيدات، واغلب السيدات اللي هم بتشخصوا بالبريست كانسر بمر بعدة مراحل من العلاج، بتبدا من بالكيماوي والتدخل الجراحي وبعدين الراديو سيرابي. طبعا طالما السيدة أو السيدة المصابة بالبريست كانسر هتعمل أغلبهم بيعمل عمليات جراحية. تمام، طب ما بيعمل عملية جراحية لازم بيكون بعديه بالغالب بيكون في عندنا راديو ثيرابي المريضة لازم تاخدها. طيب الجراحة بتاعت المريضة اللي هي عندها بريست كانسر بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الباثولوجي بتاع التيومر بتاعنا، الكاركترستيك بتاعته، تعتمد على مدى انتشاره في البريست بس ولا منتشر اوت سايد في الليمف نود او في اجزاء من ايه الجسم. اشهر العمليات الجراحية للبريست عندنا البريست كونسيرفنج سيرجري لمبكتومي والتوتال ماستكتومي. البريست كونسيرفنج سيرجري الجزء المصاب او الجزء اللي هيكون مصاب في البريست الجراح بيروح مستأصل وبيزود مارجن حواليه كده علشان ايه، نوع من التأكد ان ايه مفيش يعني مايكروسكوبيك مثلا سيلز من التيومر موجودة في المنطقة دي. تمام، وطبعا احنا ما بتعالج المريض بالراديو سيرب عندنا بتدي يعني بتعالج البريست كله وبعدين بتيجي بتدي بوست 5 جلسات مثلا او 3 جلسات حسب ما الطبيب يحدد على التيومر بيد بتاع المصوب. التيومر بيد ده المكان الفانفورم واستؤصل. تمام، عندنا نوع تاني من الجراحات هو الماستكتومي، اللي هو المريض بيستأصل كل البريست كله اللي هو البريست بس بيسيب الماسلز والليمف نود اللي موجودة تحت ايه البريست. طيب هل يعني هنا بيقول لك طالما عملنا عمليه كونسيرفنج سيرجري لازم موست اوف بيبل موست اوف بيشنت بيحتاج ايه راديو ثيرابي. تمام، زي ما قلنا البريست كله بياخده ونكمل 5 جلسات بعد ما نخلص على التيومر ايه بيت. اما بالنسبه للماستكتومي هو المريض مش هياخد راديو ثيرابي بس ريكومندد، يعني not all patient will receive radiotherapy، يعني مش كل المرضى ياخدوا radiotherapy ولكن هو recommended انك تاخد radiotherapy. يعني بعد ما تعمل عملية الماستكتومي recommendation بتاعت الطبيب لازم ناخد ايه radiotherapy. احنا هنعرف ليه recommended ان المريض ياخد radiotherapy بعد ايه الماستكتومي. اول حاجة قال لك البوست ماستكتومي radiotherapy، يعني المريض اللي بياخد radiotherapy بعد عملية الماستكتومي بيعمل ايه، بيعمل امبروف، بيعمل تحسن لل local regional control, lower survival of patient with high risk breast cancer recurrence. تمام، بيعمل improve لل local regional control وبيزود ال over بيعمل improve لل over survival لل patient اللي هم بيكون عندهم high risk ايه لل recurrence. طيب قال لك يعني ايه ال high risk لل recurrence؟ قال لك ان ال chest wall represent منطقة الاناتومي بتاعت ال chest wall بيكون بتمثل high risk لل recurrence اللي هو اعادة السرطان تاني او اعادة الاصابة. ده بيعتمد على بعض ايه الريكرنس ريت، ده بيعتمد على بعض الفاكتورز، البرايمري تيومر سايز الحجم السايز الورم اللي هو تم استئصاله، النودل حاله النودل او الليمف نودل الموجوده، البوزيتيف مارجن، التيومر جريد الدرجه بتاعته التيومر جريد، الليمف فيسكولار انفيشن الخاصه بالليمف نود. تمام، يعني اغلب يعني دايما هو الجزء بتاع البوزيتيف مارجن ده اللي بنحتاج فيه نستخدم فيه البولس. يعني لما نلاقي الدكتور يقول لك ده بوزيتيف مارجن فخلاص هنحط البولس. تمام، فدي بعض العوامل اللي بتزود الريكرنس ريت بتاعتنا للشيست وول بعد عمليه الماستكتومي. تمام، فده ده السبب ان احنا لازم المريض اللي هو عامل عمليه ماستكتومي هو ياخد ايه راديو ثيرابي، اللي هو قال لك هتعمل امبروف لللوك لوك ريجنال كنترول الاوفر سرفايفر للبيشنت اللي هم ليهم هاي ريسك لايه البريست كانسر ايه ريكرنس. طب ايه هو البولس؟ البولس قال لك دي تيشو كوفلنت ماتيريا ويز اتوميك نمبر اند دينس سيميلر تو تيشو اور ووتر ايه الووتر بتاعك. تمام، قال لك ان البولس دي ماده هي بتكون عامله عارفين قمر الدين وبيكون شبه كده يعني. تمام، بس اطرى شويه يعني.
فهو قال لك هي تيشو كوبلت ماتيريال، الاتوميك نمبر دنسيتي بتاعتها بتكون قريبه للتيشو بتاعتنا والوتر. طبعا الوتر دايما نقول اللي هو يعني قريب من الخصائص بتاعت ايه التيشو. اشهر الماتيريال اللي بتستخدم في تصنيع البولس قال لك البرفين واكس والبولي ستيرين والكراليك البي ام ام اي والسوبر ستاف والسوبر فلاب اند السوبر ايه فليكس. طب ايه التاثير بتاع الافكت بتاع البولس؟ قال لك البولس هو برينج دي ماكس دوز على السيرفس بتاعنا. يعني احنا عارفين في لو شفنا الكيرف العادي بتاع البيرسن ديبس دوز مثلا الفوتون مثلا هتلاقيه في منطقه بيلد اب، البيلد اب دي بين اللي هي بين السكين لغايه ما توصل للدي ماكس، وبعد كده ايه يحصل الاضمحلال بعد كده للكيرف اللي احنا ايه شايفينه. فالبولس كله بيعمل ايه؟ هو بيخلي منطقه البيلد اب تحصل فيها، لما بنحطه على السكين فالبيلد اب منطقه البيلد اب تحصل جوه البولس، وبالتالي الدي ماكس بتاعنا اللي هتكون موجوده على السكين بتاعنا. تمام كده فهمتوها؟ فهو بيقول لك ان هو بيعمل برينج الدي ماكس دوز، بيحسب الدي ماكس دوز على السيرفيس بتاعه البيشنت باي فولوينج الدوز بيلد اب تو اكور ان ذا بولس اتسيلف. تمام مفهوم النقطه دي؟ طبعا احنا بنستخدم البولس في حالات الشيست وول. طبعا لما نقول كلمه شيست وول مقصود بها ماستكتومي، يعني دايما كلمه ماستكتومي او الشيست وول تقول للمريض الماستكتومي اللي هو شايل الايه البريستيكول. طبعا احنا بنستخدم البولس في حالات الشيست وول علشان نضمن ان ال 95% من الايزودوز كيرفز بتاعتنا مغطيه البي تي في بتاعنا. اي نعم احنا قلنا ده هيحصل نتيجه ان احنا هنستخدم البولس ده، قال لك ان السيرفيس دوز بتاعت البيشنت نفسها هتزيد زي ما قلنا، لان الدي ماكس بتاعتنا هتكون على ايه على السكن بتاع ايه البيشنت. يعني احنا هنا عندنا بلانين لحاله شيست وول، البلان الاول استخدمنا فيه البولس والبلان الثاني ما استخدمناش فيه البولس اللي هو الويز اوت بولس ده. هنلاقي هنا ال 95 هو اللون الاحمر ده هتلاقيه تحت السكن بتاع البيشنت، والفراغ اللي بين السكين والايزو دوز ال 95 دي منطقه البيلد اب، فاحنا عايزين نرفع بقى ال 95 دي توصل للسكين بتاع المريض نفسه، وده مش هيتم الا من خلال احنا لو استخدمنا ايه بولس. لما استخدمنا البولس احنا سحبنا ال 95 خليناها تبقى على السكين بتاع المريض. تمام وده الهدف من استخدام البولس. وده زي ما قلنا احنا قلنا الحاله جينا الطبيب يقول لنا ان الحاله دي بوزيتيف مارجن بنستخدم ايه البولس. طبعا في بعض الاوقات انت كفيزيائي هو قرار طبيب طبعا، بس انت كفيزياء ساعات حالات الشيستول يجي لنا الشيستول رفيع جدا سن، فبالتالي ما تيجي تستخدم الفلدات بتاعتك البيلد اب بتاعتك ممكن يعني واخده الشيست وول كله، فبالتالي انت ممكن بتبلغ الدكتور انا مش قادر اشتغل الحاله دي فمضطر اخدم بولس علشان واحد اتنين تلاته. هو احنا انا ما بستخدمهاش لسبب كلينيكال عشان مثلا في بوزيتيف مارجن او الهاي ريسك ريكرنس اللي احنا قلنا عليه، ولكن كشغل فيزي يعني فنفس الحكايه نفس الفكره، انا عايز ارفع ايه الدوز بتاعي. تمام طبعا انت لو الجهاز بتاعك يعني هتكلم على الجزء ده ان احنا رغم اهميه البولس علشان يقلل الريكرنس بتاع المضاقع للشيست طول، ولكن نتيجه لاستخدام البولس قال لك هو بيزود انكريز السيفير راديشن ديمايتيز، هو بيزود الالتهاب الجلد نتيجه استخدام البولس، لان احنا قلنا البولس بيخلي الدي ماكس بتاعنا على السكن، فالسكن خلاص فيه التهاب يعني الفول دوز واصله على السكن بتاعنا، فمنطقي يحصل التهابات جلد نتيجه استخدام ايه الراديشن. طبعا يعني انت ممكن تلاحظ الاحمرار يبدا من الجلسه الثامنه او التاسعه او العاشره لو انت بتاخد 15 ايه جلسه. طبعا قال لك يعني رغم المميزات اللي هي بتاعت الادفانتج بتاعت البولس ان هو يريديوس الريسك اوف لوكال ريكرنس، ولكن بيزود الاكيوت سكين والسب كونتينوس تيشو الالتهابات الخاصه بالجلد والكلام ده كله، فبالتالي في بعض الحالات الدكتور بيوقف العلاج بيعمل انتربت للتريتمنت بتاعنا ويكتب للمريضه كريمات علشان يقلل الاحمرار والالتهاب ده. طبعا انت لو بتتابع مع الفني على الجهاز هتلاقي الاحمرار بيبدا باحمرار بسيط وبعدين احمرار قوي وبعدين تبدا ايه توصل لمرحله نهائيه ويبقى لونه ايه بني غامق شويه كده او ايه تحس خلاص الجلد بيقع من البيشنت، فده اعلى رياكشن ممكن ايه يحصل. فبالتالي قال لك الانتراب ده يحصل برضو هيأثر على اللوكال كنترول بتاعنا، فهي نفس ايه الفكره. وتاني حاجه قال لك ان التطبيق ده في بعض الانسرتينت، انت لو تستخدم البولس عشان تقلل الاحمرار ده
هل يعني الافضل تستخدم، يعني في بعض الناس بتستخدمه كل يوم يعني ال 15 جلسه بولس، وفي واحد دي باي دي يعني تستخدم النهارده بولس وبكره ما تستخدمش. وده طبعا كفيزا بتعمل بلالين، واحد ببولس واحد من غير بولس، وبيكون تعب ومجهود. ومشكله ان الفني ممكن ينسى الجلسه خدت امبارح بولس ولا من غير بولس، او الفيزياء نفسه يتلخبط، فبرضه فيها ايه مشكلة تانية. تاني حاجة بتكلموا على السيكنس بتاع البولس نفسه، ايه الافضل، 3 مللي ولا نص مللي ولا 1 سنتي، فبالتالي ده برضو فيها انسرتينتي يعني. بس هي الفكرة في الاول وفي الاخر هو البولس طبعا حل من الحلول ان احنا نقدر نعالج بيه ايه المريض عشان نقلل اللي هو المريض اللي هو هاي ريسك ايه ريكارنس. انا خلصت كده الجزء النظري بتاع المحاضرة دي، وهلحق بيه فيديو كده ازاي بتنزل البولس على مريض شيست وول اللي هو عنده، لو حد عنده اكليبس تريتمنت بلان. شكرا لحضرتك. السلام عليكم. ان شاء الله هوريكم ازاي في الفيديو ده تنزلوا بولس على مريض مثلا او مريضة ليفت بريست مثلا. انا لو عندنا الحالة عندنا بوزيتيف مارجن، حالة ماستكتومي في بوزيتيف مارجن، فبنحتاج ان احنا نحط بولس على الشيست بتاعت المريضة علشان نرفع الدوز بتاعت ايه السكين، تمام؟ فعندنا طريقتين في الاكليبس، انا بتكلم على الاكليبس يوزر، عندنا طريقتين. الطريقة الاولى اول حاجة ان احنا ننزل الفيلد بتاعنا اللي هو التريتمنت ونخليه زاوية الجانتري بتاعته زيرو والكولوميتر بتاعه زيرو، وبعدين نخش على قائمة انسيرت، وبعدين نيو بولس، هيطلع لنا اسم الاي دي بتاعه اللي احنا نختاره بولس، بعدين نتك اوكي، هيطلع لنا السكنس اللي احنا عايزينه. في ناس عندها 0.3 0.5 و1 سنتي، يعني انا بفضل اقل حاجه 0.3، تمام. وهنيجي في الاوبشن اسمه البادي، ان احنا ناخد السلايد ده للاخر علشان نقدر يبقى الدي ار ار بتاعنا يظهر ونشوف البي تي في بتاعنا يعني، تمام. وبعدين يمكن نقدر بالدرونج تولز هنا نقدر نرسمه. وكده اترسم البولس بتاعنا، هنلاقيه هنا في الايه في الاكزيال، تمام. وبعد ما بيترسم بنعمل حاجه اوبشن كده في الفيلد بتاعنا، نعمل لينك تو بولس علشان نربط البولس بتاعنا بالفيلد اللي تريتمنت اللي احنا هنعمله، تمام. دي طريقه. في طريقه تانية نعمل كبير كده، تمام. في طريقه تانية ممكن نعملها اللي هي الطريقة، نعمل كليك يمين بولس وز فوليوم، نروح يطلع لنا بوكس كده عندنا، نبتدي يعني من الأطراف بتاعته نبتدي نقفل على البي تي في اللي احنا عايزينه في الأكسيال والسيجيتال والفرونتال، تمام. ونحط هنا في البولس سايز بتاعنا، هنحط السايز بتاعنا ونعمل اوكي. نزل البولس برضو على الفيد اللي احنا عايزينه، ونعمل برضو لينك تو بولس، تمام. ودي يعني دول الطريقتين اللي احنا نقدر ننزل بيهم بولس على السيرفس بتاعت المريض، ونعمل ازاي نعمله لينك بالفيد بتاعت التريتمنت بتاعه. شكرا.